الجميع استعد. تأريخ. أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا. هو قسم يؤديه أصحاب البدلة الرمادية أمام الله وأمام الوطن لحماية الاقتصاد الوطني، الخزينة العمومية، الصحة والأمن العموميين. هنا مطار هوارب مدين الدولي الجزائر العاصمة، العشرة من الرحلات الدولية يومياً. مصالح الجمارك الجزائرية، الأعين التي لا تنام هنا تبقى صاهرة، ترافق القادم والمغادر، تفحص وتدقق. أداء متميز في معالجة الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً، وتسهر على توفير ظروف الراحة للمسافر من خلال التسهيلات المقدمة. تنفيذاً لتعليمات السيد المدير العام للجمارك الذي يؤكد من خلالها على الأداء الجمركي المتميز والجاهزية الفعالة لأعوان الفرق الجمركية العملية على مستوى مطار هوارب مدين الدولي مسافرين، مع احترام المسافر وعدم المساس بكرامته، والسهر على التصدي لكل أشكال التهريب بكل أنواعه وأشكاله، حفاظا على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية والخزينة العمومية والأمن القومي. جل الطائرات تحط هنا من وجهات دولية مختلفة. فرقة الحراس العامة التابعة للجمارك الجزائرية تقوم بدوريات للمراقبة. ها هي الطائرات تحط بمطار هوارب مدين الدولي من وجهات دولية مختلفة. بعد نزول المسافرين من الطائرة، يقوم أعوان فرقة الحراسة العامة للجمارك الجزائرية بتفقد الطائرة من الداخل. مهام أخرى، مراقبة إنزال البضائع وأمتعة المسافرين من الطائرة ومرافقتها إلى غاية وصولها للفحص عبر جهاز سكانر. مهامنا تتمثل فيما يلي: تفتيش الطائرات عند الذهاب والوصول، مراقبة وتشميع مبيعات الطائرات، ذلك تفتيش أمتعة أفراد طواقم الطائرات، مراقبة أمتعة المسافرين من الطائرة وصولا إلى جهاز سكانر، والقيام بدوريات على مستوى المدرج المطار. في هذا المكان تفرز أمتعة المسافرين، كل شيء يخضع للتفتيش عبر جهاز سكانر. إذا لوحظ أي شيء يدعو للشك يؤشر على الحقيبة ويتم تسجيلها وإشعار العون المكلف بالتفتيش الدقيق. الآن متواجدين على مستوى النهائي 4 وصول، هذا المكان مخصص لفحص الأمتعة أثناء الوصول. كل الأمتعة تمر عبر جهاز الكشف، أن يقوم العون بمعالجة الأمتعة عن طريق جهاز الكشف. والآن نكون أمام حالتين:
الحالة الأولى أمتعة لا تشكل خطر على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني، يقوم العون مباشرة بتمريرها إلى داخل القاعة. الحالة الثانية نكون أمام بضائع أو أمتعة لتشكل أو فيها احتمال وجود بضاعة حساسة أو أدوية أو بضاعة ذات صبغة تجارية، يقوم العون بالتأشير عليها وإبلاغ العون داخل القاعة من أجل عرضها إلى المعالجة الدقيقة بالتنسيق مع مفتش الفحص. بنفس الحنكة والحذر والحيطة واليقظة الكبيرة يتعامل أعوان الجمارك الجزائرية مع المسافرين وأمتعتهم المحمولة يدويا لصد كل مخالفة أو تهديد يمس بأمن الوطن. كما لا يفوتني أن أوجه تشكراتي العميقة لأعوان الفرق، أعوان الجمارك العاملين على مستوى الفرق العملياتية بالمناسبة إلى تكثيف الجهود لمحاربة كل أشكال التهريب على مستوى مطار هواري بومدين الدولي مسافرين، مع التحلي باليقظة والحذر أثناء أداء مهامهم. كما تشاهدون هذه عينات من المحجوزات التي قام بها أعوان الجمارك العاملين على مستوى مطار هواري بومدين الدولي. تشاهدون هنا دي كاميرا دي سيرفيلانس، هادو سون سوميز اوتوريزاسيون. هنا تشوفوا دي زارم بلونش، مي دي زارم دو غير. هذا سيتي ان شانتيون. هذا جو مي دوموند كيفاش خمم باش يمبورتيه لو فواياجور هذا، ولا هذا باش يدير به هذا، بعدا ما يجوش نورمالمون في لي فرونتيير. فويلا سي هادو سي دي جومال كلاسي ماتيريال سونسيبل اون لي مي اون ديبو افيك ان ديلي دي موا. اون فوا لو ديلي ديباسي اون لي سيزي سيستيماتيكمون. عندنا هادو دي زارم مي دي زارم ابريسيون ابريسيون هادو ال سون انترديت. ندير تولكي وولكي هنا ونفوي لا هادو ما سي دي درون. هادو دي درون سو انترديت لامبورطاسيون. هادو دي تيليفون بورتابل عند دي باساجي يجيبوهم هكذا اون كيت من بعد يمونتيوهم. هذه حيلة لكن تفطن أعوان الجمارك لضبطهم في حال التلبس. في البريمير بارتي هذه المسافر شوف يقدر يجيب دي زومبول بور فيكل سيارات هكذا. هذا زومبول يقدر يجيبهم، سيت اون كونتيتي كونسيديرابل. هكذا جابهم مواطن ما عندوش هذا ريجيو دو كوميرس سجل تجاري. كان انا مدابي لو كان عنده سجل تجاري يروح يقدم تصريح وكاين بروسيدور دوانيير يمبورتي ليغالمون، وعلاش يجيب هكذا من بعد يروح للكوميرس انفورمال. هاد لي براتيك هادو كامل توش بروفونديمون لو تريزور لي زانتيري دو تريزور بيبليك. Et c'est très important. Il faut lutter contre tout ça. Maintenant, cet échantillon, c'est du maquillage, de masahiq. Le maquillage, c'est une procédure légale. Le passager, maintenant, si j'ai un cabal ou une valise, le maquillage, je le هذا ديجا عنده ان كونترول، هذا il doit passer par un contrôle. انا كي شفت هاد لي زيشونتيون بالنسبه لي مفاجاه كبيره. وين وصل المسافر يجيب
une cargaison de médicaments. هذا سي بور لوفتالمولوجي، هذا العينين. هذا سولاسي بيدياتريك، هذا ديجا تاع الاطفال تاع الدراري الصغار. امبورتي هنا كاين 500 بواط يجيبهم مواطن. هادو دي كومبريس أفطالميك. كل المسافرين ملزمون بالتصريح بالقيمة الأجنبية والأشياء ذات القيمة. سلام ورحمة، مرحبا بكم. هو السفر وكي رايحة مدى؟ اسطنبول. عندك تصرحي مدى؟ ساميرو. بالنسبة للمسافرين الذين يغادرون التراب الوطني يحق لهم حمل معهم مبلغ قيمته 1000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. أما بالنسبة للمبالغ التي تفوق هذا المبلغ وحدها الأقصى في الإجراء المعمول به بالنسبة لقانون الصرف هو مبلغ 7500 يورو، إلزامية أخذ معهم ورقة بنكية تثبت الحيازة الشرعية لهذا المبلغ. جواز السفر. أما بالنسبة للمسافرين الأجانب يحق لهم حمل معهم مبلغ وأقصاه 5000 يورو دون التصريح الجمركي. وهناك حالات استثنائية تتعلق بالمسافرين الوافدين من الخارج مروراً بمحطات الوصول لدى الجمارك، حينها يصرحون بمبلغ العملة الصعبة الذي يحوزونه. وعند خروج هؤلاء المسافرين يقدمون فقط لمسافر الفحص ذهاب هذا الوصل المتعلق بالتصريح بالعملة الصعبة ليتم تصفيته، بشرط أن يقوم المسافر بصرف هذه العملة لدى البنوك الجزائرية المختصة بذلك. يبتسمون ويرحبون بالمسافرين، لكن نظراتهم لا تغفل عن شيء. يراقبون كل صغيرة وكبيرة، ينتبهون لكل شيء، فمصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم. فكل فرد من العائلة الجمركية باختلاف رتبهم ووظائفهم يؤدون واجبهم كرجل واحد في تعقب أثر من يحاولون زعزعة اقتصاد الوطن وصحة وأمن مواطنيه. تستغربون من هذه المشاهد، هي الأساليب المتعددة للتهريب وإدخال الممنوعات وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامته الصحية. لكن الجمارك الجزائرية بمطار هوالي بومدين الدولي مسافرين بكل أقسامها تكشف خيوط وشفرة تحايل وتلاعب هؤلاء ولا تفوتها فائتة، وكل من سولت له نفسه المحاولة يقع في قبضتهم ويحول للعدالة. أما حصيلة العمل والأداء الجمركي للفرق العملياتية على مستوى مطار هواري بومدين الدولي المسافرين فهي كالتالي. فيما يخص المحجوزات، قام أعوان الجمارك بالمطار بحجز بندقيتي صيد دو فيزيتشاس، ثلاث قضايا مادة الكوكايين، المؤثرات العقلية لي بسيكوتروب، لي درون، طائرات بدون طيار، التبغ من نوع ماربورو، التليفون بورتابل،
هواتف نقالة أو خلوية، مواد صيدلانية وأدوية بمختلف أنواعها. جهود الجمارك الجزائرية بمطار هوار بمدين الدول مسافرين متواصلة بفضل الحس الوطني والواجب المهني الذي يسودهم، فالكل يعمل يدا واحدة في سبيل كبح أي محاولة لزعزعة اقتصاد الوطن، صحة المواطن والأمن العمومي. كما تمكن أعوان الجمارك خلال سنة 2022 من ضبط وحجز قيم معتبرة من العملة الصعبة كانت مهيئة للتهريب خارج الوطن من مختلف العملات الأجنبية، الدولار الأمريكي، الدولار الكندي، الأورو والجنيه الإسترليني، أي ما يعادلها في القيمة الإجمالية بالتقريب 1,000,000 أورو. لازلنا دائما بمطار هوار بمدينة الدولي، هذه المرة في قسم الشحن، قسم آخر خاص بالجمارك الجزائرية. يراقبون ويفحصون كل ما تحمله طائرات الشحن من بضائع. الاقتصاد الوطني وحمايته من كل أشكال التهديد مهمة العاملين بهذا القسم. انتبه الجميع، استعد. تأريخ. في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليكم طبقا للنصوص التشريعية، يطلب منكم التحلي باليقظة والحذر والتحلي بالجاهزية، خاصة أثناء القيام بعمليات مراقبة السلع، وذلك حرصا على حماية الاقتصاد الوطني وحرصا على حماية المستهلك والأمن والنظام العمومي. تعد إلى بداية العمل. حول. تكمل المهام الأساسية المفتشية الرئيسية للفروع على مستوى مطار هوار بومدين شحن في استقبال التصريحات الجمركية المكتبة من طرف المصرح الجمركي، وذلك بإيداعها على مستوى مكتب الإيداع ليتم تسجيلها مستوى المصلحة. هنا يقدم المصرح الجمركي الوثائق التعريفية عن البضائع بكل تفاصيلها. بعد ذلك يقوم المفتش الرئيسي للفروع بفحص التصريحات والوثائق المرفقة من في أجل لا يتعدى 3 ساعات، ليتم تحويلها إلى المفتش الرئيسي للعملية التجارية لاستكمال الإجراءات المراقبة الجمركية المتعلقة بمراقبة العناصر الفرض الضريبة ورسم ومراقبة مطابقة البضاعة عند الاستيراد وتصدير للتصريحات المدعى. ما تجدر الإشارة بأن مصالح المفتشية الرئيسية للفروع والمصالح الأخرى تبقى مجندة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع لتكفل بالتصريحات المدعى ومرافقة جميع المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل رفع بضائعهم وفقا للتوصيات المديرية العامة للجمارك استجابة للسياسة العامة للحكومة. أنا على مستوى مطار هوار بومدين لازون فرات، أنا أشوف بلي عوان الجمارك كما يقدموا لنا في تسهيلات وأيضا في برقابة صارمة، ماشي غير تسهيلات، الحمد لله يقدموا لنا مجهودات وكاع الوسائل باش يخلونا نخدموا ونميوا الاقتصاد الوطني ويعطيهم الصحة. الجمارك الجزائرية بمطار هوار بمدين دول الشحن تسعى جاهدة لتقديم كل التسهيلات لكل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمستثمرين دون إغفال جانب الرقابة الصارمة. يتم استقبال التصاريح الجمركية المفصلة على مستوى المفتش الرئيسي لعملية لمراقبة العمليات التجارية، حيث يقوم مفتش رئيسي لمراقبة العمليات التجارية بمراقبة قبلية للوثائق المرفقة، كما يتكفل مفتش التصفية بالفحص العيني للبضاعة لمعرفة مدى صحتها ومطابقتها لعناصر القيمة ومنشأ البضائع والتعريفة الجمركية، مع استيفاء جميع الرخص الإدارية المسبقة التي يمليها التشريع والتنظيم الساري المفعول. وكآخر مرحلة يقوم مفتشي تصفية بتصفية الملفات في حالة مطابقتها للتنظيم والتشريع المعمول بهما وإرسالها إلى مصالح القبضة، وهذا من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية. أما في حالة معاينة أي مخالفة خاصة بالتشريع، تقوم مصالحنا بإعداد ملفات منازعتية
حسب ما ينص عليه قانون الجمارك، مع احتساب الغرامات المفروضة ومباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة سواء بالمصالحة الإدارية أو بإرسال الملفات إلى الجهات القضائية المختصة. تجدر الإشارة أن مصالح الجمارك لمطار هواري بومدين شحن تسعى جاهدة إلى مرافقة جميع المتعاملين الاقتصاديين لمنحهم تسهيلات الجمركية للرفع من قدراتهم التنافسية ودعم الاستثمار المحلي، مع تجنيد جميع مصالحنا المقحمة للتصدي لأي عمليات من شأنها التملص من الرقابة الجمركية والتهرب الجمركي والضريب أو المساس بالنظام والأمن العموميين، وكذلك صحة المستهلك والحفاظ على الموروث الثقافي، وهذا بالتنسيق مع جميع الأسلاك الأمنية المشتركة وعلى رأسها المؤسسة العريقة للجيش الوطني الشعبي. في إطار المهام الموكلة لإدارة الجمارك في مجال تمويل الخزينة العمومية وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الأتاوات والغرامات المستحقة بمناسبة عمليات التجارة الخارجية، قامت مصالح قباضة الجمارك بمطار هواري بومدين شحن بتحصيل مبلغ يفوق عن 46 مليار دينار جزائري خلال سنة 2023. أما في مجال معاينة المخالفات الجمركية فقد تم معاينة 1265 مخالفة تقابلها مبلغ الغرامات المستحقة بأزيد من 132 مليون دينار جزائري. كما تجدر الإشارة إلى التوجيهات الواردة من المديرية العامة للجمارك فيما يخص ترقية المصالحة كوسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات الجمركية بهدف تحصيل الغرامات لصالح الخزينة العمومية، وكذا منح التسهيلات بفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأفراد موضوع مخالفات جمركية، حيث يستفيد طالب بالمصالحة الجمركية من إنهاء المنازعة المتابعة بها وديا مع مصالح الجمارك وخلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى إعفاء جزئي من دفع مبلغ الإجمالي للغرامة المستحقة تصل نسبته إلى 70%. وتبقى مصالح قباضة الجمارك بمطار هواري بومدين شحن مجندة لتقديم كل التسهيلات والمرافقة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين في إطار إجراءات تأطير حركة التجارة الخارجية، لا سيما مع التوجه الجديد للسلطات العمومية في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات. إذن تبقى مصالح الجمارك الجزائرية بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة اقتصاد الوطن وصحة وأمن مواطنيه. جهاز فاعل وحساس يبرهن دوما أنه في خدمة الجزائر في كل الظروف والأحوال.